موقع أنا السلفي. يعني وانتوا رايحين من مكة والمدينة كده، اللي ربنا يرزقه عمرة ولا حج، ولو كان بالليل يضلموا نور العربية شوية ويشوفوا الطريق في الضلمة عامل ازاي، مع انه طريق منور دلوقتي واسفلت واخر وبعدين عندك كل شوية استراحة وكل حاجة. ايام سيدنا ابراهيم بقى لما كان جاي من فلسطين من بيت المقدس، وما فيش طول السكة دي غير الصحراء والجبال، ويسافر يا إما على بعير أو على قدميه شهرين سفر، ثم يصل إلى بيت الله الحرام، يترك هاجر رضي الله عنها أم ولده إسماعيل، ويترك ولده الوحيد البكر الذي رزقه على الكبر، الذي دعا ربه عز وجل عندما هاجر وترك قومه. هو أصلا سيدنا إبراهيم هاجر بعد أن ألقوه في النار وكسر الأصنام، وكان في فتى في ذلك الوقت، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال كان عنده 16 عاما، عشان شبابنا الصغير والكبير شبابنا يعرفهم قيمة الدعوة وأهمية دعوة التوحيد. سيدنا إبراهيم كان أصغر منك يا طالب الجامعة، كان قدك يا طالب الثانوية، وهو يكسر الأصنام ويدعو أباه ويدعو قومه ويتحمل الإلقاء في النار، ويهاجر ويترك وطنه وأهله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. والدعوة جت استجيبت إمتى؟ استجيبت بعد إيه؟ بعد أكثر من 80، عندما بلغ 80 أو أكثر، يعني بعد حوالي نحو 70 أو أكثر من 70 سنة، وتبقى إيه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني عشان اوعى تقول دعيت وما استجابش ربنا، أنت بتقعد في 5 دقايق عايز الدعوة تجاب، بعد 2 3 يوم تقول ما أنا دعيت كتير ما لم تستجب. سيدنا إبراهيم بيقول إن ربي لسميع الدعاء على دعوة استجيبت بعد ايه؟ بعد اكتر من 70. وبعدين ده اسماعيل واسحاق، يعني في 13 سنه كمان بعد اسماعيل عليه السلام على روايه اهل الكتاب، يعني كان عنده 100 والله اعلم 100 وشويه ولا عنده قد ايه سيدنا ابراهيم، عشان نعرف ازاي الدعوه دي استجابت. وجاله بعد كبر وشوق الى الولد واحتياج الى ان يعاونه، وبعدين امر وهو رضيع كده ان يسيبه في الصحراء دي. لا دي حاجة يعني عجيبة جدا. وتركه، ترك هاجر وإسماعيل معها خربة ماء وجراب تمر، جراب في تمر شوية تمر كده وقربة مية. طب معلش يعني هيعملوا ايه دول؟ هيكفوا قد ايه في مكان مثل هذا لا احد فيه؟ هتزرع وتستنى؟ هتستنى وتحط نواة النخلة تطلع لها نخلة تانية مثلا بعد كده؟ وهتجيب مية منين؟ وهترضع ازاي؟ ولكن شوف الأخذ بالأسباب على قدر الايه؟ المطلوب، على قدر المتاح، والأسباب الضعيفة دي هتخلص وميبقاش ليك إلا ربنا سبحانه وتعالى.